اليوم إن شاء الله راح نحكي عن الـ abnormal degradation للـ disaccharides. إحنا نعمل شير سكرين أول شيء لملف للوايت بورد. إحنا بنعرف إنه الدايساكارايدز بتشمل المالتيز، السكريز، بالإضافة إلى اللاكتيز. أحيانا إيش اللي بصير؟ أحيانا معروف إن هذول الأنزيمات مع أنزيمات أخرى موجودة على البرش بوردر مش باللوجن، بالتالي ممكن الشخص ينصاب بإنفكشن، بيصير في إيروجن للبرش بوردر، فالشخص بيكون بشكل مؤقت عنده مشكلة بهضم الدايساكارايدز. ممكن أحيانا ممكن يكون عامل الجينيتكس، والجينيتكس بشكل عام عندنا نقطتين. النقطة الأولى على موضوع الـ quantity of enzyme، وممكن تكون على مشكلة على مستوى الـ quality. احنا بنعرف انه على مستوى الكوانتيتي انت بتحكوا عن البروموتر ميوتيشن في البروموتر او بتكون في الترانسكريبشن فاكتور، هذول بصير في ريديوس في الكاباسيتي للار ان اي بوليمريز انه يرتبط على البروموتر، بالتالي بصير في low rate of transcription، واللي بالنهاية بصير في low rate of translation، والحكي هذا بيأثر على بيقلل من the quantity of the protein أو the enzyme. خلينا نحكي إحنا هون بالنسبة لل quality of enzyme، الكواليتي اوف انزايم بتكون الموضوع له علاقة بالترانسكريبشن يونت. بالنسبة للترانسكريبشن يونت بتكون ايش بتكون؟ بتكون في ميوتيشن، صار في امينو اسيد مثلا سبستيوشن، ممكن بالنهاية يؤدي إلى الكوانتيتي نورمال بس الكوانتيتي نورمال بس الكواليتي اب نورمال. ممكن يكون البروتين نون فانكشنال. هذا الحكي على مستوى على مستوى الدايساكرايديزز ديفيشنسي، بتكون المشكله بالكوانتيتي بشكل عام، بس لا يعني انه ما في مشكله بالكواليتي، بس هي المشكله بشكل عام في الكوانتيتي، يعني بيكون في ديفيشنسي، بيكون في ديفيشنسي، كميه الانزيم اللي تم تصنيعها بتكون قليله، زي حالات مثلا المال نيوتريشن. في المالنيوتريشن معروف انه احنا بدنا امينو اسيدز وبدنا انيرجي حتى نكون بالانابوليزم. من ضمن الاشياء اللي بنكون بالانابوليزم برضو بدي انا انتج ام ار ان اي، بدي انا برضو انتج الانزيم نفسه، بالتالي هذول الحالات. وفي حالات مثلا بيكون بعض الناس عندهم حساسية ضد ايش، ضد الجلوتين مثلا، وبالتالي موجود في القمح، وبالتالي هذول الناس بصير الجسم يكون أجسام مضادة بيأثر على
الطبقة عادة مبطنة للقناة الهضمية، والنتيجة اللي بتأثر بشكل رئيسي هي البرش بوردر وما تحمله من انزيمات. فإذا عرفنا الأسباب بشكل عام، قلنا الأسباب قد تكون أسباب جينية، ممكن تكون أسباب إلى علاقة بالإنفكشن، ممكن علاقة بالمال نيوتريشن، ممكن علاقة بالجينيتكس، إذا أسبابها عديدة. فبشكل عام هنا، طب إذا صار في ديكريز في الكواليتي، كانت المشكلة ديكريز بالكوانتيتي عفوا، هنا بصير في ديفيشنسي. مثلا لو أخذنا اللاكتيز، في ديفيشنسي لللاكتيز، إذا معناه اللاكتوز راح يزيد في الانتستينال لومن، وراح يمر لوين؟ بس لوين؟ لللارج انتستين. واذا وصل لللارج انتستين نعرف انه في موجود النورمال فلورا. هاي بكتيريا النورمال فلورا. البكتيريا شو بتصير تعمل؟ بتعمل فيرمنتيشن للفركتوز لللاكتوز عفوا. وممنوع يكون ممنوع يعني ممنوع يكون في سكريات اللارج انتستن، ممنوع. بس هذا لانه في ديفيشنسي باللاكتيز، ظهر اللاكتوز في اللارج انتستن، صار في فيرمنتيشن، اعطاني مركبات عديده. هاي المركبات مثلا مركبات ثنائيه الكربون زي الاسيتيك اسيد، انواع مختلفه من الفيرمنتيشن، ممكن يكون لاكتيك اسيد في 3 ذرات كربون، ممكن يكون كمان السي او 2، ممكن الاتش 2. هاي الاتش 2 نركز عليها، الهيدروجين، فبزيد مستوى ال H2 في البريد. وهي احد طرق الديتكشن او الدياجنوزز للناس اللي عندهم دايساكرايد انتوليرانس، ما بقدر اتحمل الدايساكرايد. عشان احدد نوع الدايساكرايد انا بدي اعتمد على طريقه هسه بنحكي عنها. بس بشكل عام هدول يعني، يوم اجي اقول انا لاكتوز، واللاكتوز معروف انه C12 H22 أو 11، معناه على الأقل راح يكون عندي 2 أسيتيك أسيد، 2 لاكتيك أسيد، CO2. فيعني أنا هنا بمعنى آخر أنا زدت من الكونسنتريشن لهاي المولكيولز هاي أورجانيك. بدي أقول سكندري ميتابولايتس. بالتالي هاي الزيادة بتسبب إيش بتسبب؟ تعرفوا إنه امتصاص water absorption بيتم mainly في ال large intestine. بالتالي المفروض إنه نسبة المواد، طبعا راح يكون عندنا ماء هون، وعندنا مواد ناتجة عن ايش؟ مواد ناتجة عن الفيرم، عن التقمر، وعندنا هنا الانتيروسايت. في حالة ايش؟ في حالة انه كان الكونسنتريشن للسولتس او للسكندري ميتابولايت كان قليل، تعرفوا حسب الأوستموزيس الماء يتجه باتجاه التركيز
العالي للمواد، سواء كان سكر، ملح، بروتين، اللي بدكم إياه. النتيجة هون المي، هون تركيز السولتس، الشوغرز، البروتينز، هون راح يكون أعلى في الانتيروسايت. فالمي راح ترجع لوين؟ باتجاه الانتيروسايت. فأنا بسحب المي، بالتالي بتلقوا إنه نسبة الماء اللي موجودة في الستول نسبة قليلة، هذا للناس النورمال. ولكن إذا كان تركيز السولتس والسكندري ميتابولايتس اللي مصدرها من اللاكتوز فيرمنتيشن كان تركيزها عالي، النتيجة هنا بصير اللارج انتستينال لومن بصير مور هايبر تونيك، وبالتالي والانتيروسايت بتصير هايبو تونيك. لذلك النتيجة إنه أولاً إيش النتيجة؟ إنه الماء لن يتم إعادته إلى الانتيروسايت، واثنين بالعكس راح الماء سيخرج من الانتيروسايت، وبالتالي النتيجة الديهايدريشن اللي هي الجفاف. طبعا هون احنا مشان تعمل دايجنوزز، احنا في الطبيعة عندنا الاشياء اللي بناكلها اللاكتوز والسكروز والمالتوز. اللاكتوز هون بجيب المريض البيشنت بيجيني ايش بقول لي انه انا بس اتناول اكل طعام بصير في عنده دياريا، بصير في عنده انتفاخات، بصير في عنده اشياء كثيره. فانا هون بدي افكر بالدايساكرايد انتوليرانس. هون انا باجي بعطي المريض وحده، مثلا على فرض بدي اعطيه 50 جرام من اللاكتوز، بقيس الهيدروجين بيفور والهيدروجين افتر. اذا لقينا انه نقول هاي الستاندرد تبعنا، لقينا انه الهيدروجين زاد في البريد، معناه انه عنده لاكتوز انتوليرانس، معناه عنده ديفيشنسي باللاكتيز. لقينا انه السكروز اعطينا نفس الكميه، لقينا انه اعطينا المريض سكروز قصه الهيدروجين قبل وبعد، اذا لقيت الهيدروجين نورمال هنا ما في شيء، يعني ما عنده انتوليرانس للسكروز. المالتوز أعطيته نفس الكمية 50 جرام مالتوز وشفت إنه ما تأثر إشي، معناه أنا هيك الدياجنوزيس تبعي بناء على كمية، بناء على الأماونت of hydrogen in the breath، بقارن بين before and after. لقينا after كان لقينا هذا أعلى، بحدد شو الدايسكرايد اللي عندي اللي صار له اللي عمل مشكلة. طب دكتور، لو كان تركيز ال H2 after يعني أقل من ال before؟ ما هذا بيكون في عندك ايش؟ بيكون في عندك مثلا
ممكن يكون لاب ايرور او شيء، يعني ممكن يكون في ايرور. تمام، يعني الهيدروجين اهم شيء من الكالزاي والزياده تكون سيغنيفيكانت. افرض فرضا كانت، انا بدي احكي عن الاتش 2 بيفور كان 5 يونت، لقيتها 5.5، لقيتها 6، بس مش زي اني القاها والله 12 او 10، يعني في سيغنيفيكانت انكريز في الاتش 2 ليفلز. يعني مثلا تقولي لي والله صارت 4.5، هو المفروض 5، صارت 4 ولا صارت 4 ولا صارت 6، يعني مش هالرقم اللي نعتبره يعني ناخذ بمحمل الجد، ولكن ناخذ الرقم اذا كانت الزياده مضطربه، زياده كبيره. حد عنده سؤال يا جماعه؟ دكتور لو سمحت بدي لو سمحت ترجع لنا على الوايت بورد اللي قبل هاد. تمام. اللي قبل لو سمحت. شكرا دكتور. تمام، يعني هون اذا فهمنا، اذا معناه اول شيء اللاكتيز جين موجود. وين موجود؟ موجود على كروموسوم نمبر 2، وعاده بيكون في سيرتن، يعني مثلا ممكن يكون ديليشن في مناطق معينه، من تخيلوا من البروموتر، بالتالي الافيكاسي للبايننج للار ان اي بوليمريز مع البروموتر بتكون قليله. كمان ممكن يكون مشكلة زي ما قلت لكم، في مشكلة في الترانسيشن فاكتورز اللي هي أصلا هي بتعمل ريكروتمنت للار ان اي بوليمريز. ترانسيشن فاكتور هي اللي بتعمل ريكروتمنت للار ان اي بوليمريز. فهون لاحظوا، طب شو الحل؟ واحد عنده ايش؟ واحد عنده، يعني هنا شو حاكي لكم، بمجرد ما يوصل الغذاء لللور جوجينام بيكون صار فيه كومبليت ابزوربشن اند دايجستشن، خلصنا. بس اذا وصل لوين وصل؟ لللارج انتستين، للكولون، هون بتبدا المشاكل. ليه؟ لانه شو كنا موجود في الكولون؟ مش كلنا موجود النورمال فلورا بكتيريا؟ هاي البكتيريا شو بتسبب؟ بتسبب الفيرمنتيشن لللاكتوز، وقطع الماء والنواتج اللي ونواتج اللاكتوز فيرمنتيشن بتسبب الاوزماتيك دياريا. اوزماتيك دياريا انا ببطل اقدر اعيد المي من اللارج انتستينال لومن باتجاه اللارج انتستين وولز، وبالعكس كمان انا باخذ مي من الوولز باتجاه ايش؟ باتجاه الانتستين، باتجاه الانتستينال لومن، وهذا الحكي بسبب الديهايدريشن زي ما قلنا. وعادة في مجموعة من الأعراض مثل أبدومينال كرامبس، دياريا وغيرها. الآن إيش الأسباب للدايجست انزيم ديفيشنسز؟ ممكن يكون أمور جينيتكس، وحكيت لكم شو يعني جينيتكس، انتستينال ديزيزز، مال نيوتريشن، سوء التغذية، ممكن بعض الأدوية تعمل ايروجن. وعادة هنا في كل الأحوال الدياريا الناتجة عن 1 2 3 4، الدياريا راح تعمل لص لمين؟ للبرش بوردر. وهذا الحكي بفعل ايش؟ بفعل الآن يوم يصير في لص للبرش بوردر، معنى الكلام هذا انه الدايجستشن لا الدايسكرايد ما راح يتم بكفاءة. طب واحد عنده لاكتوز انتولرانس، طب انا هون ايش الاشياء اللي لازم يبتعد عنها؟ ريز يور هاند، ايش الاشياء اللي لازم يبتعد عنها؟ المواد اللي فيها لاكتوز مثلا لازم يبعد عنها. زي مثلا بشار، مثلا اعطينا بشار. منتجات الحليب والألبان. منتجات الحليب والالبان، طيب مثلا الحليب فيه نسبه عاليه من اللاكتوز. لو جيت انت حكيت مثلا عن الجبنة نسبة اللاكتوز أقل. فيها نسبة أقل. ليه؟ لأنه صار في معظمه صار له فيرمنتيشن بفعل البكتيريا، صار له فيرمنتيشن، وهي البروسيس ضمن النورمال بروسيس حتى يصبح الحليب أجبان أو ألبان. بالنسبة للإبديميولوجي
للاكتوز انتوليرانس لاحظوا بشكل عام مور ذان 60%، يعني رقم كبير، وهذا بيكون مع الايجينج يعني مع تقدم العمر، وعادة بيكون ايضا منتشر بدرجة كبيرة في بعض الريسز في بعض الاعراق، وممكن يكون نسبته عالية. مثلا اشوفه 90% في الناس اللي اصلهم من الافريكان والايسيان اللي هو ديسنت، يعني في فاريشن، وهذا الرقم يعني بيكون له علاقة زي ما حكيت لكم بالبلو برينت للبوبوليشن. البلو برينت معناها البصمة الجينية، البصمة الجينية للبوبوليشن، وكل بوبوليشن بتعرفوا مناطق نحن مثلا إلنا بصمة جينية محددة، في فاريشن بس مشترك بصفات كثيرة، مو زي مثلا الناس اللي بتعيش في مناطق معينة تقول لي والله الناس اللي بتعيش في ألاسكا، الناس اللي بتعيش في أوروبا، الناس اللي بتعيش في أمريكا، بأفريقيا، تلاحظ لهم بلو برينت خاصة فيهم، تعمل أدابتيشن مع الانفايرومنت. أنا حكيت لكم عن الفيجر هذا إنه أسباب اللاكتوز انتوليرانس ممكن علاقة بالإيجينج، والإيجينج مع الزمن بصير في يعني بقل إنتاج اللاكتيز. تفضل يا بشار. في سؤال بالتشات إنه السليولوز بسبب انتفاخ ولا لا، لأنه الإنسان بهضموش. لا بالعكس، السليلوز هو أصلاً يعني كأنك بتحكي عن تناول الألياف. السليلوز عبارة عن ألياف، يعني أنت يوم تأكل قمح مثلاً، القمح الكامل بيكون غني بالألياف اللي هي أصلاً تتكون من السليلوز، وبالتالي بتحسن من خروج الفيسز. بالعكس يعني أنت بتحكي الآن عن هسا اللي... هي آه احكي. هسا هي هي اوكي بتحسن، بس انت حكيت انه ممنوع تدخل السكريات يعني بشكل عام لللارج انتستنز، فاذا هاي السكريات تعتبر السليلوز، فهل ممكن يصير لها فرمنتيشن بالبكتيريا؟ شوفي، انت بتحكي عن اول شيء ما بيصير لفيرمنتيشن، انت بتحكي مثلا تحكي عن الاكلات الاعشاب، اكلات الاعشاب فيها بكتيريا النورمال فلور بالجت تبعتها، في بكتيريا بتنتج السليليز بهضم السليلوز. بس انت بتحكي الان عن يعني مثلا واحد ناول بندوره مثلا، كشفت البندوره زي ما دخلت زي ما خرجت، لانه ما في انزيمات. الان بتحكي عن يا ما اجي اقول شيء اوزموتيكالي اكتف، بتحكي عن قطع صغيره. انت بتحكي يعني اقول لك سؤال، لو كان البكتيريا ما تعاملتش مع اللاكتوز صراحه ما بصير في عنده لا بصير عنده انتفاخات، ولا بصير في عنده كرامبينج، ولا بصير عنده اي شيء. يعني الكرامبينج بصير والانتفاخات بتصير بفعل القطع الصغيرة، أنا قطعت اللاكتوز إلى قطع بفعل البكتيريا. بس يعني أنت بتحكي مثلا عن سليلوز بيكون حجمه كبير، يعني قطعة إلها بالترى بالعين المجردة، بالتالي هي ليس لها علاقة بالأسموزيس، هي زي كأنه هي ليه؟ لأنه ما في أنزيم بيعمل لها دايجستشن عند الهيومن. واضح يا جماعة؟ واضح دكتور إسلام. تمام. الآن هو شوف الجملة الثانية شو بقول؟ بقول ريدكشن في الأماونت للإنزيم. بالأماونت، لذلك هو بيأثر مين اللي بيأثر على الكوانتيتي، بس على الكواليتي لا. يعني هون تقول لي إن أكتف إنزيم موجود بس بنسبة ضئيلة. يعني تحكي عن واحد بيكون كونجينيتال. وما بقول ديفيشنسي. يعني تقول لي واحد عنده كونجينيتال لاكتوز انتوليرانس، بقول لك هون انا من الاول بكون هو إشي خلقي، بكون بالعاده موجود نسبه من اللاكتيز بس ما بتفي بالغرض. ولكن في حاله كل اللاكتيز نفسه نون فانكشنال بفعل السبستيوشن ولا بفعل يعني طفرات الاستبدال وغيرها، تيجي تقول لي بتكون نسبتها قليلة جدا جدا. وعادة بيكون وين موجود الـ 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 الجين على كروموسوم نمبر 2،
ويوم نحكي عن الكوانتيتي انا بحكي عن ايش؟ عن الاشياء اللي بتعمل كنترولينج. الاشياء اللي بتعمل كنترولينج لايش؟ كنترولينج للريجوليشن للجين اكسبريشن. تفضلي تفضلي يا ابسن. دكتور، ممكن يكون اللاكتوز انتليرانس عند الأطفال الرضع يعني بيعتمدوا بس على الحليب؟ نعم، أقول لك دليل ذلك، مش في عندنا لاكتو في حليب لاكتوز فري؟ يعني بيعتمدوا على حليب خاص وقتها عشان يتغذوا؟ صحيح، بيكون يخلو من اللاكتوز، لاكتوز فري. وفي حالات اللاكتوز، من ايش بتشكل اللاكتوز هو أصلاً؟ مش من جلوكوز زائد جلاكتوز؟ بالتالي ممكن يكون بعض الأطفال عندنا مشكلته بالجلاكتوز، يعني ما عندوش، يعني الجلاكتوز نفسه في مشكلة بالميتابوليزم الجلاكتوز، لذلك أنا بعطيهوش لاكتوز بسبب وجود الجلاكتوز. وفي حالات بيكون الطفل بمجرد ما إنه يرضع، الآن بصير في عنده انتفاخات كثيرة، بصير في عنده غازات، بصير في عنده نتوك بنتوك، بيكون هنا يعني أحد الخيارات المتاحة يكون عنده مشكلة باللاكتيز، مستويات اللاكتيز. فخلال فترة معينة بتم إعطاء الطفل حليب يخلو من سنتاتيك ميلك، يخلو من اللاكتوز، وهي أحد الطرق الشائعة أصلا. بس هذول الأشخاص، هذول الأطفال ممكن يكون هو صح عنده لاكتوز انتولورانس، بس جسمه لحد الآن ما أعطاناش الكمية الكافية من اللاكتيز. زي بالضبط تعرفوا البريتيرم انفنت؟ شو البريتيرم انفنت؟ في عندكم إشي بنسميه فول تيرم، فول تيرم انفنت، وفي عندي بريتيرم انفنت. البريتيرم انفنت هو الطفل الذي يولد قبل قبل وقته. الأوان، قبل الأوان، يعني مثلا المفروض 9 شهور، الولد 7. طب شو أكثر شغلة بيعانوا منها الأطفال الذي يولدوا قبل الأوان؟ يعني مثلا إن هي عندكم أنت بالمستوى، يعني أنا بحكي الآن، بحكي الآن، أنا ما بحكي، بتعامل معكم كأودينس عاديين، بدي أتعامل معكم الآن. الطفل الأنثى اللي بتضع مولود، وهذا المولود قبل أوانه، شو الأشياء اللي بتعاني منها بيعاني منها الطفل؟ بدك على بتكون مستوى عنده الجهاز أجهزة الهضمي يعني؟ بالعامية، شو هي؟ جوندس. ايوه، الصفر، الجوندس. طيب هذه بيكون الطفل اصلا بضلش معاه الجوندس طول عمره، الطفل اصلا بيكون عنده اشكاليه في انزيم، هذا الانزيم وظيفته الرئيسيه انه يعمل كونجوجيشن بيليروبين. للبيليروبين، ويتخلص منه عن طريق ايش؟ عن طريق السمول انتستين. ما دام ما عندوش، بصير في ليكج للبيليروبين باتجاه الدم، فبصير جسمه اصفر. الحدقه اللي بالنسبه لرياض العينين، السكليرا مثلا، الجلد، البول، ايوه، كله بكون شاحب. بس هاي فتره مؤقته، يعني هاي ما بتكون، يعني هاي ما بتكون باثولوجيك، بتكون هي فيسيولوجيك. باثولوجيك يعني تقول لي والله واحد عنده هيباتايتس، تقول لي والله انصاب بفيروس، صار عنده اقول لكم تيومر، بقول هذا باثولوجيك. بس فيسيولوجيك بيكون عنده نقص بانزيم، هذا الانزيم الناقص شو لازم؟ لازم نعطي الجسم مجال انه يصنع الانزيم الناقص. طب واحد يقول يسالني سؤال، طب بقول طب هو ليش بيزيد عند الطفل بيليروبين؟
عشان الكبد بتاعته لسه بتكون يعني مش عم تعمل فانكشنينج زي ما لازم. أقول لكم شغلة، لو جيتوا أنتوا لحجم خلية الدم الحمراء، أنا بدي أقول سؤال بدي جواب. حجم خلية الدم الحمراء الطفل والأدلت، أنا بكون حجم الريد بلاد سيلز أعلى عند الأدلت ولا عند الإنفانت؟ الانفانت عند الإنفانت. لذلك شو لازم نعمل؟ شو لازم؟ لازم يصير فيه destruction ريد والديستراكشن بلاد بطلع سيلز. بيليروبين. destruction، مشان انا انتج ايش؟ انتج النورمال سايز. وشغله ثانيه كمان، شو نوع الهيموجلوبين اللي عندنا احنا؟ الهيموجلوبين، شو الهيموجلوبين انواع؟ احنا لعنا هيموجلوبين الأدلت هيموجلوبين للادلت، هيموجلوبين ايه بنسميه؟ بنسميه هيموجلوبين ايه. بس عند هذا عند الادلت، هاي الاي من الادلت، تمام. في برضو في عند الانفانت في عندهم هيموجلوبين شو اسمه؟ اف اف. فلازم تحول الاف لايه؟ فبدها تخلص من ريد بلاد سيلز اللي فيها مستويات الاف عاليه، مشان انا انتج ايش الايه. ما هو انا هذا الاسئله بقود اسئله. طب السؤال هيك، ليش احنا من نحوله من اف لايه؟ انو اللي بيحتفظ الاكسجين اسرع لفتره زمنيه اطول؟ الاف انو عنده هاي افينيتي اكثر الأف عندها للهيموجلوبين. أفينيتي أكثر من الإيه؟ ايوه، الهيموجلوبين اف عنده هاي افينيتي، وبالتالي مشان يقدر يسحب الاكسجين من الام عن طريق الحبل السري وعن طريق المشيمه. فيعني مواضيع بنحكي عنها يعني ان شاء الله كل وين وين بنحكي لكم شغله. فايش التريتمنت هون؟ التريتمنت بدنا نعمل ريدكشن للكونسيومنج للميلك، ياكل اليوغرت والتشيز. وعاده في قلت لكم انا جزء يعني الجرين فيجيتابلز بشكل عام بيكون فيها مثلا زي اخذتوا البروكلي واخذتوا الزهره مثلا، راح تلقوا انه فيها نسبه الكالسيوم اعلى من الحليب بخمس اضعاف. تخيلوا الزهرة، هذه الزهرة القرنبيط يعني فيها نسبة كالسيوم لو أخذتوا نفس الحجم ونفس الوزن، يعني نفس الوزن راح تلقوا نسبة الكالسيوم بالزهرة أكثر منين؟ أكثر من الحليب. فإذا هاي أحد يعني أنا لازم أعمل استبدال، بدي أدور على مصدر إضافي يعوض الكالسيوم اللي مصدره من الحليب، فلذلك بدور على مصدر بديل. طيب في كمان مثلا زي الاكتيفيا، الاكتيفيا مثلا في بعض المشروبات بتكون فيها لاكتيز تريتد، يعني بيكون حاطين لاكتيز فيها، فما بتلقى فيها لاكتوز اصلا. بعض المشروبات زي الانواع من اللبن اب وغيره. في برضو ممكن واحد عنده، تخيلوا واحد عنده كونجينيتال، أو واحد عنده صار جاسترايتس، روتايتس مثلا، التهاب بالأمعاء. أنا هنا إيش بنعمل؟ ممكن نعطيه بل كيف مبدأ زيت السمك، يكون بداخل الأنزيم، هاي انزيم ريبليسمنت ثيرابي، بعطيه الأنزيم. بس الأنزيم هل راح يكون بيرمننت؟ تتوقعوا راح يكون؟ مش راح يكون بيرمننت. ليه مش بيرمننت؟ لأن الانزيم الطبيعي وين بيكون موجود؟ الانزيم الطبيعي وين مرتبط؟ على على البرش مايكروفون بوردر. على البرش بوردر. ما هو هذا بده يصير له، بده يخرج. اقول لكم مش هو بروتين بفعل ايش؟ بفعل الانزيمات هذا بتقطع بنفس العمليه، يعني تفكرش الانزيمات اللي موجوده في اللومن بتظلش لما لا نهايه. لذلك دليل ذلك انا يوم انا نفرز سواء كان سلايفري الفا اميليز ولا البنكرتيك، نهايه المطاف اللي له راح يصير له ديستركشن. لذلك انتاج الانزيم بشكل مستمر راح يكون ممتازين. نيجي لعو دكتور، نسأل سؤال تفضل.
يعني بالنسبه للشيء اللي حكيته عن الطفل اللي بيكون بولد قبل بوقت، نعم يعني هو بشكل عام بيكون عنده مشاكل بالسمع والنظر بهاي الامور يعني. لا لا، هو عنده مشكلة. إيش عنده مشكلة؟ عنده مشكلة إنه بصير عنده جسمه أصفر، صار عنده جوندس. هاي اوكي. الجوندس اليرقان، بس هذا بيكون فيسيولوجيكال، يعني مش يعني ما بيكون ممرض. يعني أقول لك شغلة، الطفل هون في حالة إنه تعرض وكان عنده، ما هو بيعتمد، أنا بالتدخل الطبي بيعتمد على قديش نسبة البيليروبين بالدم. إذا كان البيليروبين مثلا تجاوز ال 25 يونت ميلي جرام بير ديسيليتر، أنا هون بدي أخضعه للفوتوثيرابي. مش في جهاز، بيكون أجهزة بالمستشفيات، هاي الأجهزة تعطي ضوء أزرق، هذا الضوء الأزرق بكسر إيش؟ بكسر، بغير من الطبيعة الكيميائية للبيلوروبين، بدل ما يصير كأنه بيحوله إلى تشارج، وإذا تشارج بولر، إذا تشارج عليه شحنة، وإذا صار عليه شحنة هو بولر، بيقدر إنه يخرج من الليفر يروح لوين؟ على السمول انتستين. بس اللي بيكون البيلوروبين العادي بيقدرش يروح. ليش؟ لأن البيلوروبين شو ماله؟ نون بولر. البيلوروبين بيكون نون بولر، فيوم عرضه انا للاشعه بصير بولر. واقول لك شغله، الكونجوجيشن اصلا اللي بيتم بالليفر الهدف منه بس مش اكثر ولا اقل انه احوله لبولر اللي بيقدر يمر عبر السوائل حتى يوصل عن طريق البايل داكت، يصب وين؟ يصب بالسمول انتستين. هيك الفكره، تمام حسين؟ تمام دكتور، فهمتها. تمام. هسا في عندنا كونجينيتال، يا ما اقول كونجينيتال معناها خلقي، معناها وراثي. ليش ربط السكريز مع الايزومالتيز ديفيشنسي؟ لأنهم from the same gene. مصدرهم من وين؟ جين وين؟ بروتين اخذنا عنه. ممتاز كلامك. بالتالي اذا صار في ديفيشن بالسكريز راح يكون بالايزومالتيز، والعكس صحيح. طبعا هو هون لاحظ اوتوزومال ريسيسيف. شو يعني اوتوزومال ريسيسيف؟ يعني متنحي. محمولة على الكروموسومات الجسدية، صفة متنحية محمولة على الكروموسومات الجسدية، وبكون عنده مشكلة، عنده سكروز انتوليرانس. ولاحظوا نسبتها، يعني في هاي الابديميولوجي لاحظوا منتشرة أكثر شيء بالناس اللي بيعيشوا مناطق الاسكيمو. لاحظوا نسبة من 1 ل 20، يعني من كل 20 شخص تلقى واحد عنده كونجينيتال. ليه؟ لان هذول الاشخاص بيتزوجوا من بعض، فبكثروا من فرصة وجود الجين اللي فيه مشكلة. البريفالنس في مثلا في اليوروبيان ديسنت راح تلقوا انه واحد من كل 5000 شخص. التريتمنت اخذنا عن التريتمنت الاستراتيجي، اليوديتري ريستريك او ريستريكشن السكروز، وايش كمان؟ الانزيم ريبليسمنت ثيرابي، ان انا اعطيه بل جواتها ايه؟ جواتها السكريز. الدياجنوزز حكينا، انا بيعطيني بشكل سريع تشخيص الدايساكرايد، دايساكرايد او دايساكرايد انتوليرانس بشكل مش سريع. حكينا عن الهيدروجين؟ ايوه بالهيدروجين بنقيس ايش؟ اعطيني بديش اجاوب انا، اعطيني شو فهمنا احنا، بدنا نشوف شو فهمنا. البقيه يا جماعه بدنا نشارك، بدناش حدا واحد واثنين حكينا بعدين. ان تفضلي يا احكي لين، لين تفضلي. بنقيس نسبة الهيدروجين في البريث قبل ما نعطيه الدايسكرايد، ومنقيسها بعد ما نعطيه الدايسكرايد، ومنشوف إذا زادت نسبة الهيدروجين فمنشوف شو الإنزيم اللي صار فيه ديفيشنسي. ممتاز، يعني بنربطه مع الدايساكاريد اللي اعطينا اياه واللي ادى الى زياده مستويات الهيدروجين. ممتاز تمام. احنا هاي شوفوا هذا التشابتر، انا راح احط لكم اسئله عليه زي ما قلت لكم خلال اليوم ان شاء الله، الى اللي بيعيش خلال اليوم. بدي ادخل على تشابتر هسه. شوفوا الماده اللي راح تاخذوها، ماده انتم شوفوا مستوياتكم منيحه، عقلياتكم ممتازه، بالتالي هاي المادة بتعتمد على اللوجيك وعلى المنطق وعلى الإشي السهل، وبدهاش هالكراية. يعني الطالب اللي بيفهم والله ما بده هالكراية الكثير على هذا الموضوع. يعني إذا تنتبه بالمحاضرة
اكيد لو بدك ترجع لها نصف ساعه المحاضره بدكم خلصها. يعني بس المهم نفهم، احنا المهم انه احنا ايش، انه نفهم. تعرفوا مراحل السيلولار ريسبيريشن، اللي هو مراحل بالعربي مراحل التنفس الخلوي. يلا اعطوني شو اول مرحلة من المراحل. يلا يا جماعة ارفعوا ايديكم وقولوا واحكوا. تالا تفضلي تالا. تحويل سكر الجلوكوز لبايروفيت. اللي هو الجلايكولوسيس قصدك. رقم اثنين البايروفيت اوكسيديشن. دكول اوكسيديشن اند السيتريك اسيد سايكل. ديكاربوكسيليشن اوف بايروفيت. ورقم ثلاثة حكيت ار تي سي اي كريبس سايكل سايكل. اللي حلقة كريبس. ورقم أربعة الأوكسيديتيف فوسفوريليشن. اللي الفوسفوريت. بسميه الكترون ترانسبورت تشين. هاي تم اسموزز. لا كيف؟ هاي دكتور قصدك تم اسموزز هاي. صحيح اللي فيها الكيمو اسموزز. هون هون الكترون ترانسبورت تشين. خلينا نذكر مرة بالمرة طرق إنتاج الـ ATP. أول طريقة شو بنسميها؟ دايركت وفي في على سبستريت ليفل أيوة ممتاز. فوسفوريليشن. سبستريت ليفل فوسفوريليشن فوسفوريليشن. ورقم اثنين اوكسيديتيف فوسفوريليشن. اوكسيديتيف فوسفوريليشن. لاحظوا هنا بالسبستريت ليفل فوسفوريليشن هاي الاولى، يعني مثلا عندكم A بده يعطيني B، هاي الاي الاي عليها فوسفيت، وهي عندي اي دي بي اعطتني اي تي بي، فهاي بتتم في الليكويدز لا تحتاج، يعني مثلا زي الماتريكس السيتوسول وغيرها، هاي لا تحتاج الى اي تي بي سنثيز، بدهاش انزيم بناء الاي تي بي ما بدها، تمام. فلهذا السبب خلينا نحكي هيك. لذلك رقم اثنين الاوكسيديتيف فوسفوريليشن بتلاحظوا انه انا بدي اي تي بي سنثيز، مشان ارسم لكم اياها مشان تتذكروها. شوفوا كيف انا عندي هذه الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين، وهاي عندي الانر ميتوكوندريال ميمبرين، وهذا السبيس اللي بينهم. في عندي هنا كومبلكس 1 كومبلكس 2 كومبلكس 3 كومبلكس 4 اللي عليه بتم بربط الاكسجين مع الهيدروجين مع الالكترونات بنتج ال H2O. وعندنا ايش كمان هنا ممكن نعتبره هذا كومبلكس 5 اللي هو نفسه الـ ATP synthase. وعلى الكومبلكس 5 بصير الدخول. ايوه بتم نقل الهيدروجين بفعل طاقة الالكترون من الاقل تركيزا الهيدروجين اقل او البروتونات اقل، وهنا البروتونات مالها اعلى. تركيز أعلى. ايوه فبنقلها عن طريق الاكتيف ترانسبورت باستخدام طاقة الالكترون. النهاية انا بجمع الالكترونات بجمع الهيدروجين بمر عبر الاي تي بي سنثيز. الاي تي بي سنثيز شو بربط؟ بربط الاي دي بي مع البي مع ار. الفوسفيت بصير اي تي بي. ايوه بصير اي تي بي. هاي شو سميناها؟ سميناها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. اوكسيديتيف فوسفوريليشن. طيب احنا رايحين نحكي عن طب هذول الهيدروجين منين مصدر الهيدروجين؟ انا بقول لهم الهيدروجين اللي دخل منين مصدره برضه؟ اعطوني مصادر له. عندنا ال NADH وال F ADH2.
ايوه من الفاد اتش 2 والناد اتش، والالكترونات برضه من الفاد اتش 2 والناد اتش. طبعا بنحكي عن الامور هاي لاحقا ان شاء الله، بس على الاقل اخذنا فكره عامه، احنا بريحنا، اخذنا فكره عامه بريحنا كثير كلام اللي حكيناه. اول شغله بدكم تطلع على الفيجر هذا، ايش تطلع على الفيجر هذا؟ انه هاي موقع اللي بالازرق موقع الجلايكولوسيس، مرتبط هو جاي بالكور لمجموعه من الميتابوليك رياكشنز. يعني مثلا هنا هاي بسميها بنتوز فوسفيت باثوي، هون الجلايكوجين، جلايكوجين ميتابوليزم، هنا مثلا تي سي اي سايكل، هنا مثلا يوريا سايكل. يعني هو جاي في مكان وضع، يعني هي مش جاي لحالها، يعني الرياكشنز لها مش جاي مفصوله عن البقيه، لا هي مرتبطه مع مجموعه كبيره من الرياكشنز. هاي قصدي ممكن يكون هي اللي يسمينها جلايكوليس بدها شوجر، بس الشوجر ممكن يكون مصدره من مصادر اخرى. يعني ممكن انا امينو اسيد احولها لشوجر، ممكن يكون جليسرول احوله لشوجر، تمام؟ هدول يوم يتحولوا لشوجر بيدخل على التي سي اي سايكل، بيدخل مثلا على الجلايكولوسيس. فلهذا السبب، بتلاحظوا انه بديت بالجلوكوز انتهيت بالبايروفيت. لاحظوا هون البايروفيت، هل انا عملت وهذا هذا الباثوي، هذا المسار كله اوكسيديشن، بس اوكسيديشن بدون ما بيكون بدي اكسجين. يعني مشان انا اوضح شو يعني الاكسيديشن والريدكشن، الاكسيديشن والريدكشن. شوفوا انا مشان يعني ابتداء المحاضره القادمه، صح انه في طلاب ممتازين وبيجاوبوا، راح نسال اسئله الطلاب لطلاب اخرين مشان نضمن احنا انه احنا كلنا فاهمين، بدنا نكون كلنا وحده وحده. ولو سالنا واحد وما جاوب ما في مشكله، ينتبه منيح وبيجاوب. فلذلك خلينا احنا نكون جسم واحد، خلينا نكون نخرج مش بس كم طالب يكون فاهم الموضوع، البقيه ما عاش كبر، بدنا كلنا نكون فاهمين، تمام؟ فراح اسال اسئله راندوملي فوقت ما يكون في اسئله، فلذلك ننتبه منيح. خليني انا اعطيكم شغله قبل ما اكمل او ابدا في الموضوع هذا. يوم بدي اجي انا اقول اوكسيديشن، اوكسيديشن وفي عندي في المقابل ريدكشن، اكسده، اختزال، انا بدرسها من عده منحنيات. في النظام القديم كان يعتمد على الاكسجين ويعتمد على الهيدروجين، النظام الجديد بالاكسديشن ريدكشن رياكشن على يعتمد الإلكترونات. على الالكترونات. يوم اقول اكسديشن هون اديشن اوف اوكسجين، ريموفال ريدكشن ريموفال اوف اوكسجين. بس بالنسبة للهيدروجين اوكسيديشن بيكون ريموفال اوف هيدروجين. يعني مثلا يوم اقول انا ناد اتش يعمل اوكسيديشن، انا نزعت منه، اخذت منه، اعطاني ناد بلس والهيدروجين، انا حطمته. والريدكشن اديشن اوف هيدروجين. شوفوا دائما الهيدروجين والالكترونات كابلينج، وين في هيدروجين في الكترونات. فيما اقول هنا بصير في اتش، الاتش بصير له ريموفال اوف اتش، ريموفال اوف اتش معناها برضو هو لوس اوف الكترونز، والريدكشن جين، جين اوف الكترونز. فيما انا اجي احكي في في المساق كله راح يحكي اوكسيديشن ريدكشن، وكل ما هذا اوكسيديشن هذا بصير اوكسيديشن وهذاك ريدكشن. بدك تنتبه انا اكثر شيء بنركز على مين، في جزء بنركز على الهيدروجين بالذات، بنركز على الهيدروجين. ودائما دائما وابدا مبدا الاوكسيديشن، وعندكم الريدكشن، الريدكشن الاوكسيديشن بشكل عام إلى علاقه، في ايش علاقه؟ بالديجراديشن،
الريدكشن علاقة بالسينثسيس، إذا الأوكسيديشن العلاقة بالديجراديشن، يعني نقول العلاقة بالكاتابوليزم، والريدكشن علاقة بالأنابوليزم. واضح لحد الآن صح؟ واضحة. طيب تمام، عندنا عرفنا احنا هون عرفنا انه من الجلوكوز حتى بايروفيت شو الرياكشن كله؟ اوكسيديشن، كله اوكسيديشن. الآن بالنسبة ل، خليني برضو قبل ما أكمل هيك أجي أحكي بالشكل التالي. الجلايكولوسيس اللي هي التحلل الجلايكولي، تحلل الجلايكولي هي نوعين، النوع الأول ايروبيك جلايكولوسيس وعندنا انيروبيك. جلايكولوسيس بالايروبيك جلايكولوسيس هون بدي يكون، انا بدي احكي بشيء بشكل مختصر، انا بنتج بايروفيت وبنتج طبعا تو ناد تو بايروفيت على اساس من وين جلوكوز، وتو ناد اتش وتو اي تي بي از انت. هون بالايروبيك بالانيروبيك جلايكولوسيس انا بنتج تو لاكتيت و2 اي تي بي اونلي، نو ناد اتش از بروديوسد. وشغله ثانيه انه الايروبيك ايش بدها؟ بدها اكسجين، بس لاحظوا الاكسجين ما لوش علاقه بالرياكشنز، الاكسجين ليس له علاقه ب الرياكشنز الخاصة بالجلايكولوسيس، ما لهش علاقة. في عندنا 10 رياكشنز، الايروبيك بتكون من 10 رياكشنز، ثلاثة منها بتكون، ثلاث بتكون منها irreversible، يعني بتكون مالها غير منعكسة، وفي عندي سبعة منها بتكون ريفيرسبل منعكسة. هذول العشرة، الأكسجين ما لهش علاقة بهالعشر رياكشنز، ما لهش علاقة، ولكن العلاقة في إيش؟ الأكسجين، وفرة الأكسجين تؤدي إلى وفرة الناد بلس، لأنه وجود الأكسجين بيصير فيه الكترون ترانسبورت تشين، وبالتالي بصير في اوكسيديشن للناد اتش الى ناد بلس، وهذا الناد بلس ضروري لايش؟ ضروري ضروري لحدوث الجلايكولوسيس. اذا الان فهمنا شغله، احنا بدنا نفهم شغله، قلت لكم في ايروبيك وفي انيروبيك. أنا كل الحكي اللي حكيته هون بحكي عن مين بحكي؟ بحكي عن الايروبيك، التحلل الجلايكولي الهوائي، التحلل الجلايكولي الهوائي. الأكسجين، كل الأكسجين في عنا رياكشن، الأكسجين راح تشوفوا أنتم المراحل العشرة مالوش علاقة الأكسجين لا من قريب ولا من بعيد بهاي الرياكشنز، ولكن طبعا هو الايروبيك بتكون من قسمين، قسم منه بيكون وتن رياكشنز، ثلاثة irreversible غير منعكسة، وسبعة منعكسة، الأكسجين ما لهش علاقة فيهم. بس وين وفرة الأكسجين ضرورية، يعني وفرة الأكسجين تؤدي إلى وفرة الناد بلس، ليه؟ لأن وجود الأكسجين
وجود الاكسجين بيضمن انه يصير في اكسديشن للناد اتش عشان توفر لي النادي بلس، يعني مشان يتم التحلل الجلايكولي الايروبيك جلايكولوسيس والانيروبيك حتى لازمه نادي بلس. يعني هون حتى تستمر حتى يحدث الجلايكولوسيس سواء كان ايروبيك ولا انيروبيك، ايش بده؟ يحتاج الى ايش؟ يحتاج الى نادي بلس. هسه بالنسبه للانيروبيك بتكون من 11 رياكشنز، اربعه الريفيرسبل و سبعة ريفيرسبل، والأكسجين هنا مالوش علاقة. الاند برودكت، البرودكت الخاصة، البرودكت الخاصة بالانيروبيك رقم واحد هي ايش؟ رقم واحد اللي هي 2 لاكتيت 2 اي تي بي. قلت لكم ما في عندي انا، ما في عندي انا ناد اتش. ناد اتش. ممتازين. نرجع الان للسلايد احنا وياكم، طبعا هذا كله ريكوردد. فهنا في الايروبيك معناه، خلينا نفسر احنا وياكم، بيبدا بالجلوكوز وينتهي ب2 بايروفيت، ينتهي ب2 بايروفيت، تمام، بينتهي ب2 بايروفيت، انتج ناد اتش وانتج كمان ايش؟ 2 اي تي بي. وعاده الناد اتش، انا وانت بنتج الناد اتش، يوم 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 اقول انا نادي بلس ناد اتش، العمليه ريدكشن الاوكسيديشن، ريدكشن اذا لا بتكون من ناد ريدكشن، اتش لناد لان بصلنا من نادي بلس لناد اتش، ريدكشن اذا هاي ريدكشن. والجليسرالديهايد لو 1-3 بيسفروس وجليسريت، اذا هاي ريدكشن. شو الثاني بتكون؟ اوكسيديشن. اوكسيديشن، تمام. طيب حتى تحدث الايروبيك جلايكولوسيس شو كنا لازم؟ الاكسجين. الاكسجين شو اهميه الاكسجين؟ بسبب الاكسديشن انه بيكمل لي الاكسجين شو بيسبب؟ بيعمل الاكسيديشن للناد اتش، بيعطيني نادي بلس، والنادي بلس ممتاز ممتاز. الاكسجين اذا بيعمل اوكسيديشن للناد، ممتازه بالشهر للناد اتش، وبيعطيني نادي بلس الضروري لحدوث. عرفتوا ليش هي بتعتمد على الايروبيك؟ لان وجود الاكسجين بيعمل اوكسيديشن للناد اتش عشان يوفر النادي بلس عشان تستمر. هذا الحكي بسميه ايروبيك، بسميه ايروبيك. في الانيروبيك طب ما فيش اكسجين، تفضل يا بشار. فيش اكسجين، بس الخطوه الاخيره لما يتحول البايروفيت للاكتيت محتاج لناد اتش، والناد اتش بعدها بتحول لناد اتش بلس وبتكمل الحلقه. ممتاز ممتاز يا بشار. يعني بتحكي انت هون انتجنا البايروفيت احنا، صح؟ صحيح. انتجنا البايروفيت، بس البايروفيت هون مش انا احوله للاكتيت، لناد اتش. لازم انا شو اعمل؟ لازم انا اعطي هيدروجين للبايروفيت حتى يتحول للاكتيت. لازم اعطي، يعني الفرق بين البايروفيت واللاكتيت هيدروجيني وحده. منين مصدر الهيدروجيني؟ هيها ناد اتش الى ناد بلس. يعني انا هيدروجيني هاي شو بصير هون؟ اوكسيديشن، صح؟ والبايروفيت شو بصير له؟ ريدكشن. فاعطينا الهيدروجيني للبايروفيت، البايروفيت تحول للاكتيت. طب شو وفر لي هون؟ نادي وفر بلس لي فري نادي بلس. فاذا فهمتوا ليش الانيروبيك، انا راح ارجع له هذا الحكي، ما تفكروا راح ارجع له واحكيه، بس اذا فهمتوا انتم مبدا الايروبيك والانيروبيك، يعني ليش هي اصلا بتروح على اللاكتيت العضلي مثلا يوم يصير في كونتراكشن قوي وفيش اكسجين كافي، لما ليش يصير العضله بتروح على بتعمل فيرمنتيشن؟
كون حمض اللبن. ليه؟ تفضل يا تفضل يا علام. مشان ترجع تعمل لنا نادي بلاس، مشان ننتج 2 ATP. كل القصة مشان ولا بدل ما انك تاخذ 46 جي اي تي بي تعطيك هالتو اي تي بي ضروريات. ممتاز كلامك، ممتاز جدا، وهذا الكلام راح نحكي عنه لقدام ان شاء الله. هسا هو انا حكى لكم يعني انه الجلوكوز تو لاكتيت سمينا انيروبيك جلايكولوسيس، وبالانيروبيك ننتج احنا 2 اي تي بي. وبتعرفوا في بعض الخلايا مثلا، يعني اعطيكم مثال الريد بلود سيلز، شو طريقة الجلايكولوس فيها، ايروبيك ولا انيروبيك؟ ايه انا انيروبيك. ايروبيك. انيروبيك. طب ليش الهدف انها تكون انيروبيك؟ شو عشان ما الهدف؟ تستهلكش الاكسجين اللي جواها. ايوه، مشان تمنعها عدم استهلاك الاكسجين اللي حاملته. فممتاز. في برضو انسجه اخرى بيكون ايش بتكون فيها برضو بعض العضلات في حاله التعب الشديد، ممكن كمان انها تعمل زي ما بنعرف انيروبيك. بتعرفوا الماء، بتعرفوا الريد بلاد سيلز ما فيها ميتوكوندريا، ما فيها ميتوكوندريا، لذلك اجبار انها تعمل ايش، تعمل انيروبيك جلايكولوسيس. طب في محاضرات ماضية أنا قلت لكم قبل شوي، أو المحاضرة الماضية قلت لكم إنه بالنسبة للجلوكوز بدخل الخلايا بطريقتين. الطريقة الأولى بيعتمد على الصوديوم، شو سمينا عملية النقل بهالحالة، صوديوم بندر صوديوم بندر. أيوة، صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر، صحيح. طيب والحالات واللي بتعتمدش على الصوديوم الجلوت جلوت. قلت لكم كم نوع من الجلوت في عندنا؟ 14. 14، وهذول جميع شو مالهم؟ ايزوفورمز. ايزوفورمز كلها بتنتقل عن طريق الفاسيليتد ديفيوجن. ديفيوجن، وعادة كل ترانسبورتر بيكون هو تيشو سبيسيفيك، يعني موجود بالنسيج دون غيره. يعني هذا اللي بتلاحظوا، هذا الجلوت له تو فيزز او تو ستيتس، بيكون ستيت دائما ممكن الجلوكوز هون بيكون عالي، وهون الجلوكوز بيكون شماله منخفض، فممكن من اعلى تركيز للاقل تركيز عن طريق هذا الكارير، هذا الكارير. فبيكون بستيت 1 بيكون باتجاه الاكساسولار ماتريكس، وبكون باتجاه يوم يصير له تغير من ستيت 1 لستيت 2 وين صار في السيتوسول. وهي العمليه قلنا احنا لا تحتاج الى طاقه، لا تحتاج إلى طاقة. طيب الآن شوفوا الخلايا، مش في عندي 14 نوع من الجلوت؟ الآن الخلايا بتحتوي على عدد كبير من الجلوت، بس ممكن إن تحتوي على عدد أكبر من نوع معين من الجلوت. يعني مثلا لو أخذته على فرض النيورونز، نيورونز فيها different types of glot، بس فيها glot 3 أعلى إشي. أخذتوا مثلا erythrocytes والبرين، بيكون في الجلوت 1 أعلى إشي، مش معناه ما فيش غيره، مش معنى إنه ما في غيره، بس هو أعلى واحد. يكون abundant بخلايا آه معينة. مش abundant، بس مثلا الجلوت 1 مش موجود ب أو نسبته قليلة بالمسل سيلز، لأنه بدخل الجلوكوز ببطء. الجلوت 1 بدخل الجلوكوز ببطء. هسه الجلوت 4 مثلا موجود درجه كبيره في الاديبوسايت وبالسكيلتال ماسلز. والجلوت 4 مثلا تعرفوا، انا قلت لكم في المحاضرات المحاضره الماضيه قلت لكم الجلوت جزء منه انسولين ديبندنت وجزء منه انسولين اندبندنت، جزء منه انسولين ديبندنت وجزء منه انسولين ديبندنت. هون بتلاحظوا انه الجلوت 4 انسولين ديبندنت. خليني اعطيكم لمحه شو دور الأنسولين. يعني واحد عنده، لو أخذنا الليفر وفي عندنا مريض عنده هايبر جلايسيميا، طبعا يوم ارتفع السكر بالدم يعني ارتفاع البلد جلوكوز ليفل، يوم ارتفع البلد جلوكوز ليفل إذا هنا إيش معناها؟ مين الهرمون اللي يفرز؟ الهرمون انسولين. انسولين.
طب الانسولين بتقولي بيخفض بلد جلوكوز ليفل، طب كيف؟ في اكثر من ميكانيزم. عشان الوقت خلينا احكي لكم شغله، لو افترضنا هاي خليه، هاي خليه ليفر وهي البلد ستريم، وهنا في مستويات عاليه من الجلوكوز، بتم افراز ايش؟ افراز الانسولين. الانسولين بيبتايد هرمون، بالتالي هو ماله وين الريسبتور تبعه بده يكون؟ احكوا معي يا جماعة، وين الريسبتور تبعه بكون؟ على الممبرين. 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 فبيرتبط الانسولين مع الانسولين ريسبتور، بيعمل سيجنال ترانزدكشن باث واي، بيعمل هاي عندي الافكتور، ممكن يكون ترانزيشن فاكتور، وين بدخل؟ بدخل على النوكليوس، بالنوكليوس هاي عندي الدي ان ايه، وهي عندي انا جين لجلوت، احد انواع الجلوت، هاي الجين تبعي انا. طيب هون بيجي ترانزيشن فاكتور، بيرتبط وين؟ بيرتبط على الجين، بزيد الجين اكسبريشن، الام ار ان اي تبعنا وين بروح؟ بروح على الرف اندوبلازم كيتيكولم، وبكون ترانسبورت فيسيكلز، اللي بتحتوي على الجلوت، وين بتروح بعدها؟ على جولجي اباريتس، وبعديها برضو ترانسبورت فيسيكل، وبصير لها تارجتينج على وين؟ على البلازما ممبرين. في البلازما ممبرين انت لو اخذت ترانسبورت فيسيكل، هي ترانسبورت فيسيكل، بيكون الجلوت وين جاي؟ جاي على الممبرين الخاص في الترانسبورت فيسيكل. فيوم تلتحم ترانسبورت فيسيكل مع البلازما ممبرين، وين سرن هذول الجلوت؟ وين سرن؟ على البلازما ممبرين. شو بتعمل بالجلوكوز؟ بصير تدخل الجلوكوز بكميات كبيره. اذا فهمتوا انتم شو دور الانسولين على الجلوت، على الجلوكوز ترانسبورترز، بيزيد من عددها، واذا زاد من عددها زاد من معدل دخولها، واذا زاد من معدل دخولها اذا شو عمل بالهايبر جلايسيميا؟ رجعها لايش؟ مش رجعها للنورمال؟ يعني وضحت؟ اذا انا بيعطيني جمله مفيده، شو دور الانسولين؟ كيف الانسولين بخفض مستوى السكر بالدم معناه؟ طبعا احد الهايبر الميكانيزم. جلايسيميا دكتور لنورمال صح؟ نعم، طب احكي حدا يحكي لنا هيك مشان برضه للتاكيد. بالانسولين بيزيد معدل وجود الجلوت لما يصير في سيجنال ترانزاكشن باثوي، والجلوت اللي هو بالاخر انه بعد السيجنال ترانزاكشن باثوي بيروح على الاندوبلازم كريتيكولوم بعدين الجولجي، وبعدين بيزيد معدل دخول الجلوكوز، بعدين بيرجع المستوى لنورمال بدل الهايبوغلايسيميا. يعني هو كأنه هو زاد من، يعني كأنه الأنسولين وظيفته زاد من القنوات. طب في شغلة ثانية مهمة، هو أنا بدي أدخل جلوكوز للخلية، طب مش هذا راح يأثر على الأسموزس تبعنا؟ إذا إيش لازم أعمل؟ طب إيش لازم أعمل معناها؟ حوض الجلايكوجين. يا بحوله لجلايكوجين، يا بزيد من الجلايكولوسيز، يبقى أعمل له أوكسيديشن، بحركه، يا بدخله بتصنيع أمينو أسيد، يا بدخله بتصنيع مثلا فاتي اسيد. يعني قصدي انه في، انا بدي استهلك الجلوكوز اللي دخل. شوفوا يا جماعه الماده جميله جدا، وانتبهوا معي، وانا بالعاده بربط شغلات كثيره مع بعض في نفس الوقت بشان انت تاخذ من زاويه اكبر. وعاده كل ما مشينا لاحظوا في شغلات انا بكررها كل وين وين مشان انت تستوعبها. أنا بس بدي رجاء واحد منكم إنه المحاضرة الجاي على الأقل اقرأوا الإشي اللي بدنا ناخذه، اقرأوا يعني 5 دقائق اقرأوهن، وأنا يوم أسأل أسئلة
ممكن أسأل سؤال لطالب، لو ما جاوبش السؤال الطالب مش مشكلة يعني، بالنهاية يعني مش كل الأسئلة ممكن يكون متوفر الجواب لها. ف يعني استعدوا يوم تقرأوا منيح، استعدوا تكونوا قارئين، وإذا ما قرأتش يا أخي انتبه منيح بالمحاضرة عشان نجاوب، لأنه بدناش احنا نطلع من المحاضرة يعني إبعاد عن الكور تبع المحاضرة. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح أقوم ب سأل نسأل الطلاب وقطاع أكبر من الطلاب مشان يكون انفولد أكثر إن شاء الله. تمام يا جماعة، أنا عملت ستوب ريكوردينج عموما.